تحارب حقوق الإنسان والتربية على المواطن، فليتفضل. تحية حضورية، تحية تلاميذية، تحية أستاذية لجميع الحاضرين. اليوم كما بتعرفون هو نشاط تلاميذي خاص بمناسبة نهاية الأسس الأول من الموسم الدراسي 2013-2014، وفي نفس الوقت هو احتفال بالسنة الميلادية الجديدة 2014. أتمنى أن ندخل علينا بالصحة والعافية وبالنجاح للتلاميذ. ثالثاً أنها مناسبة لتكريم الأم، لتكريم المرأة المغربية. نتمنى أن هذا النشاط يحقق الأهداف ديالو، ونتمنى للتلاميذ أنهم يشكروا ويوفروا هذه الفرصة التي يوفرها نادي حقوق الإنسان والتربية على المواطنة، ونتمنى التوفيق للجميع. شكراً. لا بأس، بما أننا نتحدث عن نشاط يقيمه نادي حقوق الإنسان لثانوية الزوال الثاني، فسأحاول أن أتناول كلمة اختصارا في شقين. الشق الأول هو دور النوادي الثقافية في المؤسسات التربوية، لأن المؤسسات التربوية اليوم أراها أنها أصبحت مجبرة على إحداث مثل هذه النوادي، لأنها تعد الفضاء الوحيد من أجل تشجير مواهب التلاميذ وسقل مواهبهم، وكذلك الإهتمام بتعريفهم بإبداعاتهم، وكذلك لربط أو وضع التلميذ في صلب حقوقه وواجباته وتوثيق علاقته مع الأستاذ والإدارة التربوية. فأهداف النادي لا تختلف أيضا عن أهداف المركب الثقافي والرياضي الذي ظلت أبوابه مفتوحة منذ سنة 2006، أي منذ تبشيره بطرف عين البلاد الملك محمد السادس. وهذه الاستمرارية، هي ثمرة جهود أكثر في ذلك الأوان جمعية اتحاد الجمعية السائرة على تكبير هذا المرفق. فهذا المرفق أظن أو أؤكد أنه أنجز للتلميذ، أنجز لأبناء المنطقة من أجل تشجيع مواهبهم داخل القاعتين. لأنكم تعلمون أن المركز الثقافي والرياضي يمكن مجموعة من الخدمات لشباب المنطقة بخصوص التلميذ. نعم، قاعة لتنظيم النشاط، كاين قاعة الإعلاميات، كاين قاعة دروس الدعم. فلهذا أدعو التلاميذ وأحثهم على استغلال هذا المرفق لأنه منجز لأبناء المنطقة. يعني ما نقدرش ديك الفكرة أن المرفق دار مجموعة الناس فقط، بل هو للعموم، وخصوصا اليوم كتواجدوا مع تلاميذ ديال الثانوية الثانية، خصوصا تلاميذ الطلبة والطلبة ومقبلون على الامتحانات، يعني استغلوا هذه الفرصة سواء في تلقيهم العلمي، وكذلك
لا 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 جيل الثقافيين كما قلت بالمهم، لأن اليوم نعلق أملنا على التمييز ليحمل مشعل هذه المنطقة أو مدينة زوان ويجعل منها قطبا يظاهر قرب باقي مدن البلاد، خصوصا وأنا أنتظر اليوم مؤسسة التعليم العالي وهي الكلية المتعددة الخصوصية. مطروح عليكم الإخوان، شكرا لتكفينا لكم النجاح والتوفيق، وأشكر كذلك الأستاذ عبد الله لأنه لأنه يبذل مجهودا كبيرا مع التلاميذ بالرغم من الظروف التي يعاني منها، لذلك نكد له كل التحيه والاحترام وشكرا جزيلا.